هي المرحلة الأولى من عملية استخراج الفوسفات الخام من باطن الأرض. هذا المعدن الذي يعد من الثروات الطبيعية التي تقوم عليها اقتصادات عدة دول لما له من استخدامات متعددة تجعل الطلب العالمي عليه متزايدا. تخضع هذه المادة إلى عدة مراحل لتصبح صالحة للاستغلال، بدءا من عملية إزالة القشرة الخارجية الأرضية إلى مرحلة التجميع والتحميل ثم المعالجة أخيرا لتصبح جاهزة للتخزين والاستغلال. ولاية تبسة وبالضبط ببير العتر هي أولى المناطق التي تم اكتشاف الفوسفات فيها، تلتها اكتشاف عدة حقول أخرى لتتبوأ بذلك الجزائر المركز السادس عالميا في احتياطي الفوسفات بقيمة تتجاوز الملياري طن. يستخدم الفوسفات في العديد من الصناعات الكيميائية والصناعات الحربية إلى جانب الصناعات الطبية والغذائية ومواد التجميل، أما معظم الفوسفات المستخرج يذهب لصناعة الأسمدة من أجل زيادة المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها، لذا يعد ذا قيمة استراتيجية في ضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دخوله في استخراج بعض المعادن النادرة والعناصر المشعة من بينها اليورانيوم، ما يجعله أحد المصادر الهامة المدرة للثروة ومناصب الشغل.